تعود عموما ابراهيم سويد الى مالك معاذ. مالك يتقدم، مالك معاذ يحاول، مالك معاذ بالتمرير يمرر نفسه، مالك معاذ يحاول التسديد الان، مالك يتركها الى نور، نور لحسين، حسين عبد الغني يسجل هدف ثاني للمنتخب السعودي. حسين عبد الغني يسجل هدف ثاني لصالح المنتخب السعودي في الدقيقة 37 من زمن شوط المباراة الثاني. حسين ما شاء الله شارك في تكريم محمد الخليوي رحمة الله عليه وسجل هدف جميل في مرمى محمد الدعيع، لعب مباراة بالأمس لنادي النصر وسجل هدف جميل في مرمى الفتح. وها هو حسين عبد الغني هو المدافع والفتى الذهبي والهداف أيضا، يصبح في هذا العمر ما شاء الله وفي هذا السن بهذه المحافظة الجميلة. حسين عبد الغني يسجل.